السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إكمالاً للفيديو السابق، راح نبدأ اليوم نشتغل على تحليل أول صفة من صفات العينة الرسوبية، وهو السورتينج أو التصنيف. التصنيف يعني هو كم مدى تجانس الحبيبات أو كم درجة التشابه ما بين الحبيبات. يعني عندنا في شيء اسمه very well sorted، يعني الحبيبات متشابهة بشكل كبير جداً، والسورتد أقل منها في درجة التشابه، مودريتلي هتلاقي حبيبات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بورلي هتلاقي حبيبات من جميع الأحجام، من الصغيرة جدا جدا إلى كبيرة جدا جدا، very poor، وهنا تقريبا ما في أي تصنيف ما بين الحبيبات، لأن الحبيبات في من جميع أشكال وأنواع التصنيف، يعني التجانس حقها منخفض جدا والتشابه ما بين الأحجام حقها جدا إيش منخفض. طيب في رينج للسورتينج، هذا الرينج راح ناخده من معادلة فولك. فولك عمل إيكويجن، عن طريق هذه الإيكويجن نقدر نعرف معامل السورتينج للرواسب اللي عندنا، ونقدر نصنفها هل هي poor أم very poor أم هل هي moderate، so well sorted or very well sorted عن طريق هذا التصنيف. طيب المعادلة تقول باستخدام فاي 16 زائد فاي 84 على 4 زائد فاي 95 ناقص فاي 5 على 6.6، باستخدام هذا المجموع حيجينا الرينج حق الصخر الرسوبي اللي عندنا أو العينة الرسوبية. خلونا نجرب هذه المعادلة. فاي 16 زائد فاي 84، نرجع للفاي اللي طلعناها في المحاضرة السابقة. فاي 16 اللي هي سالب 0.3، طيب سالب 0.3، نعم، زائد إيش؟ زائد فاي 84 اللي هي 2.8، إذن ننقص منها 0.3 اللي هي زائد 2.8 اللي حتطلع لي 2.5، مضبوط. إذن الناتج الأول اللي فوق حيكون 2.5. الـ 2.5 دي راح نقسمها على كم قلنا؟ على 4 حسب المعادلة، حنقسمها على إيش؟ 4. إذن 2.5 هذا الناتج اللي فوق قسمة 4، هذا الطرف الأول، زائد الطرف الثاني اللي هو فاي 95 اللي هي 3.3 حسب ما أذكر، نعم 3.3 سالب فاي 5 اللي هي سالب 1.5. 3.3 سالب سالب حتصير إيش؟ موجب، سالب مع سالب تصير موجب 1.5 اللي هي كم تساوي؟ 4.8، هي تساوي 4.8 مقسومة على إيش؟ مقسومة على 6.6. 6.6. طيب خلينا نشوف حل هذا الجزء. 2.5 على 4، 2.5 قسمة 4 اللي هي راح تساوي 0.625، نعم. الطرف الثاني اللي هو 4.8 قسمة 6.6 يساوي 0.72.
طيب خلينا نجمع المجموعين 0.727 هذه، خلينا نجمعها مع 0.625 كم حتساوي؟ تساوي 1.35، تساوي 1.35. طيب اللي هي إيش الواحد بوينت 35؟ خلينا نشوف درجتها من الرينج من 1 إلى 2، 1.35 هي تطلع poorly sorted، تطلع إيش poorly sorted. إذن هكذا احنا قدرنا ان احنا نطلع اول صفة من صفات الراسب اللي عندنا اللي هي صفة السورتينج. اذا التصنيف حق هذه العينة poorly sorted، هذا هو التصنيف حق العينة اللي عندنا. ولو لاحظنا من النسب المئوية لأحجام الحبيبات، عندنا أحجام كثير من الحبيبات موجودة في هذه العينة، لاحظناها، نقدر نلاحظها في الجدول، من جميع الأحجام موجودة عندنا. إذن هذه قراءة صحيحة وتلك الدراسة صحيحة بإذن الله. هذا ما لدي. إذا عجبك الفيديو أعمل شير لايك سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.